مش كل نجوم الفن راحوا يودعوه معاهم عذرهم، اللي ما قدرش يحضر شارك في النعي والكلام كله مؤثر، سايب بصمة فنية كبيرة ورحيله عامل حالة حزن كبيرة. ميرفت أمين وشهيرة عملوا اللي محدش يتوقعه، شمس البارودي دخلت في حالة صعبة وشوية كانت هتفقد وعيها وسندوها بالعافية. دي مشاهد من الوداع الأخير للفنان القدير حسن يوسف اللي ودعنا وهو عمره 90 سنة. إيه اللي عمله ابنه عمر؟ ويا ترى نقيب الممثلين مجاش ليه؟ وإيه اللي لبلبة عملته أول ما عرفت الخبر؟ يلا نعرف الفيديو ده كل التفاصيل، بس خليكم تابعين معايا للنهاية. النهاردة الصبح صحينا كلنا على خبر رحيل القدير حسن يوسف. الخبر نزل على جمهور الوسط الفني من هنا، والحزن كان رفيق ليهم من هنا. الناس كلها كانت بتودع الفنان الراحل من مسجد الشرطة في الشيخ زايد. كان في حضور عدد من نجوم الزمن الجميل اللي فضلوا معاه المشوار كله، كان بينهم الفنانة ميرفت أمين وشهيرة، كمان كان موجود أيمن عزب وسامح السريتي وإيهاب فهمي. دول كانوا حريصين إنهم يودعوا حسن يوسف لآخر لحظة. ميرفت أمين وشهيرة كانوا في حالة من الحزن الشديد، كل واحدة في إيديها سبحة. كان واضح إنهم مش قادرين يستوعبوا إن حسن يوسف فارقهم، خصوصا ان علاقتهم كانت صداقه قويه بقالها سنين، واللي كان قريب منهم برضه سامح السريتي. هو كان بيحاول يساندهم ويهدي من حزنهم، بس الحدث كان صعب على الكل انهم يتحملوا اللحظه دي. وسط اللي حصل هناك، الناس سألت عن غياب نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي. هو معروف عنه دايماً أنه حريص على حضور وداع أي فنان زميل، لكن أشرف زكي وضح السبب وقال: أنا حالياً بأدي مناسك العمرة وعلشان كده بعتذر عن الحضور. من اللافت للنظر أن أغلب النجوم الحاليين ما كانوش موجودين في الجنازة، ده بسبب ارتباطهم بمهرجان الجونة السينمائي اللي كان شغال في نفس الوقت، واللي قدرت تحضر كانت الفنانة نسرين أمين. أما باقي النجوم فما كانوش لحقوا يرجعوا من الجونة عشان يكونوا في وداع حسن يوسف. الكل كان قلقان على الفنانة المعتزلة شمس البارودي زوجة حسن يوسف ورفيقة عمره. شمس البارودي كانت في حالة نفسية صعبة جدا، هي ابتعدت عن الأضواء والفن بقالها سنين طويلة، راحت تودع جوزها، ومن الحزن اللي هي كانت فيه ما كانتش في وعيها بشكل كامل، كانت منهارة وفي حالة أشبه بالإغماء. العربية اللي كانت راكباها وقفت قدام المسجد اللي تصلى فيه على جوزها، نزلت من العربية وهي منهارة ومش مصدقة اللي بيحصل، دخلت بسرعة علشان تصلي عليه، وبعد ما خلصت رجعت العربية تاني وكان الحزن ظاهر على وشها بشكل كبير. الفنانة لبلبة اللي ما تعرفش تتجوز من بعده ما قدرتش تيجي تودعه الوداع الأخير، وكانت مخضوضة ومش مصدقة الخبر. أما ابن الفنان الراحل عمر حسن يوسف فكان متماسك بالعافية وسط اللحظات الصعبة دي، ربنا يكون في عونه. كان واقف جنب مامته شمس البارودي وهو بيحاول يكون قوي علشان يساندها. وداع حسن يوسف كان مزيج من الحزن والصمت وسط غياب لكثير من النجوم الكبار لأسباب مختلفة، وبالرغم من غياب النجوم الكبار عن الوداع، بس كان وداع مؤثر جدا، مليان بالمحبة والتقدير للإنسان والفنان اللي كان معروف بالطيبة والبساطة. في النهاية هيفضل حسن يوسف في قلوب محبيه، وصورة للزمن الجميل اللي كان بيمثله هتفضل في ذاكرة الجميع.